تيلي. دونك زوز مقالات اليوم، مقال هبط نقلته موزايك، ويكليكس يكشف مؤامرة قطرية إسرائيلية ضد مصر باستخدام قناة الجزيرة. دونك مؤسس موقع ويكليكس قال عنده 7 وثائق عن قطر، قام بنشر 5 وثائق منها حجب وثيقتين بعد ما تفاوضت معه إدارة الموقع باش تعطيه برشا فلوس. الوثائق هذه تحتوي على معلومات اتفاق بين رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر السابق حماد بن جاسم بن جبر ومسؤولين نافذين إسرائيليين حول تبني دوحة خطة لضرب استقرار مصر بعنف عن طريق أحداث الفوضى باستخدام قناة الجزيرة. هذه المقال هبطته غارديان البريطانية. The Guardian. أي. معناتها جريدة بريطانية. تدخل جوجل كي نفس الشيء يرحم والدي. جوجل مثلا تمشي تدخل جريدة ديلي نيوز البريطانية. معناتها ما همش مواقع محثولين هذوما. The Guardian كمان. معناتها يتسمى أسوأ موقع هو مزيك اللي ينقل الخبر. هذوما The Guardian وكذا وكذا سامحني. الجزيرة تهدي ويكيليكس 1.3 مليون دولار باش يخبي معناتها بعض الوثائق. 1.3 مليون دولار معناتها قداش؟ معناتها 2 مليارات تونسية باش يخبي 2 وثائق فقط. معناتها الوثائق خذاهم ويكيليكس خذاهم اي تفاوض قاعد يتفاوض معاها وكخبى ديجا نشر 5 وثائق وخبى 2 وثائق. افهم انت معناتها الوثائق اللي هبطهم عهديش بيه يبيع ويشري ويكيليكس على خاطر عهدي بيه هبط كل شيء معناها ما كملتوش المقال انا حاجه اخرى. المهم يتفاوضوا ان توكا مش مهبطهم قاعد يتفاوض به ان توكا. دونك الجزيره متفاهمه مع مسؤولين اسرائيليين باش يزيدوا يعملوا الفوضى اكثر في مصر، وهذا سيناجي معناتها خبر مهم اللي هبط على موزايك وهبط في الجارديان هبط في الديلي نيوز وفي جرائد بريطانيه. دونك اليوم معناتها اي واحد يتفرج في الجزيره ولا يخدم في الجزيره يحس روحه راهو اسرائيل تدفع في الفلوس وباش انت تعمل الخوضه في مصر، بغض النظر انقلاب مش انقلاب هذيك امور، ومعناتها السيسي السبسي السيسي معناتها هذيك امور اخرى. شنو رايك سينيجي؟ دخلك في السبسي انت لا 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 نقطه طاحت لسان ولا زلت لسان نقطه طاحت من السيسي والله حتى واحد راهو ما معناه ينجم ينكر يعني الناس اللي تبع معناها والتاريخ هذا قال معناها خاصة معناها تاريخ العلاقات الإسرائيلية العربية معناها التاريخ حافل بالجوسة والحرب ما عادش معناها بأشكالها مانيش على التاريخ إنه قطر جهة أوامر الجزيرة مش قطر جهة أوامر من إسرائيل وبالفلوس باش يعملوا الفوضى في مصر. معناتها هذايا ويكيليكس كشفوا وكاو معناتها ويتعدى يتعدى عادي به. هو ويكيليكس اطاحت قبل يعني قبل الربيع العربي اطاحت ب معناها ويكيليكس وقتها عنا به. لا ويكيليكس وقت يحبوا يستعملوها هم ساعات ينجموا يغموا عليه معناتها خاطر ويكيليكس من وقتها خرج برشا حكايات وما لقاوش صدى. معناتها شكون قال لك الوثيقه هذه ماهيش مسربه عن قصد؟ اي اي ولا قبل الوثائق نتاع ويكيليكس ويكيليكس كل مسربه عن قصد اللي تم تسريبها عمدا عام 2006 معناها كان مقصود من وراءها معناها إعادة تشكيل الواقع السياسي في الأنظمة العربية خبر آخر اليوم في جريدة الشروق بصراحة